السفلي الكاحل والركبة والحوض، ناخذ وضع التخصر ونسوي دوران مفصلي لقدم الرجل اليمين، داوم 10 مرات. الآن نضم القدمين هكذا ونسوي دوران مفصلي للركبة. الآن الركبة المستهدفة 2 3 دوران مفصلي للركبة 10 مرات. الآن عكس الاتجاه، احنا سوينا يمين الآن شمال، تليين المفاصل، هذه هي مرونة المفاصل، flexibility exercise. خلص آخر واحد. الآن نفتح القدمين فتحة مناسبة هكذا بقدر فتحة الأكتاف، نأخذ هذا الوضع للخارج، دوران مفصلي للخارج. الآن نفس التمرين للداخل، للداخل داوم 10 مرات. الآن نأخذ وضع التخصر، الجذع أريد هذه العظمة تتمفصل مع عظمة الحوض هكذا، تتمفصل عظمة نهاية 1 2 هذا مع بعض، خلص 10 يمين 10 شمال، داوم دوران الجذع 10 يمين مباشرة 10 شمال. الآن نحاول نقوي الجسم بوزن الجسم، نقوي عضلات الجزء السفلي بوزن ثقل الجسم، ناخذ نشبك الأصابع خلف الرأس، صدرنا بارز للأمام، ننزل هاف سكوات نصف النزول، قرفصاء نصف النزول هكذا 10 مرات. هذا التمرين يقوي العضلة الرباعية للفخذ. الآن البطات العضلة التوأمية، أخذ وضع التخصر وطلوع على رؤوس الأصابع 15 مرة، لأن هذه عضلة البطات عضلة بعيدة عن القلب فيحتاج إلى تكرار عالي حتى يوصلها الدم. أخذ الوضع هذا وأطلع على رؤوس الأصابع، على رؤوس الأصابع 15 مرة. الآن نضم القدمين وحاول تنزل قدر المستطاع، وين ما تقدر تنزل انزل، يعني لا تضغط على نفسك، براحتك براحتك، وين ما تقدر تنزل انزل، أحسن شيء تمس الأرض هكذا والرجل الركبة ممدودة، بس أنت اللي تقدر عليه، وين ما تقدر هذا أول يوم ما عندك مشكلة، انزل واطلع اضغط على الجذع 10 نزول كامل وهكذا 10 مرات. خلصنا جميعا، نمد الرجل للخلف وندخله للداخل، هذا للهبس للعجز، تمارين للعجز، داوم 10 مرات، رجل اليمين للداخل ومدها للخلف 1 للداخل وللخلف 2، كمل 10 يمين 10 شمال ليخلص يستريح يريح الركبة هكذا، ليخلص يأخذ هذا الوضع. الآن نفس التمرين بس الرجل ممدودة وللأعلى قدم مستقيمة وللأعلى بدون ما مس الأرض، بدون ما مس الأرض قريب الأرض وللأعلى، داوم أيضا إيدك الركبة ممدودة، الركبة ممدودة والقدم الشير مستوية القدم، أحسنتم، أمن الارتكاز والرجل ممدودة، بنشد منطقة الحوض والأرداب الهبس. الآن نبدي بالعمود الفقري، العمود الفقري عند الرجال طوله 70 سنتيمتر، عند النساء 60. احنا دي نبدي من الأسفل للأعلى، من الفقرات العصعصية، عبارة عن 4 عظمات متصلة مكونة عظمة واحدة، عظمة العصعص. هذا التمرين المنطقة هذه أضغط بها للأمام وأنزل 1 للأمام وأنزل 2، هذا اللي شغله مكتبي يعاني من هاي الآلام، للأمام 3، لا تحرك إيدك، لا إيدك ثابتة، للأمام 4. الآن ننتقل لتمرين آخر للفقرات العجزية والقطنية، نأخذ هذا الوضع، انتبه على التمرين، الكوع الألبو يكون ممدود، keep your elbow straight، خلي الكوع مستقيم، قدمك تفتحها، انزل هكذا واطلع للامام هكذا 1، انزل للخلف 2، يلا داوم 10، انا الف عليكم اصلح الاخطاء ان وجدت. الان نعمل كروس تقاطع الكوع اليمين مع الرجل اليسار داخل الجسم،
يعني اخذ هذا الوضع وذني دائما من التمارين العلاجيه للمرات صار عندك الام الظهر اكو نقاط ما تقدر توصلها شد مفاجئ هذا يدخل كان عندنا عضلات الضامه هذه العضلات الضامه دائما من واحد لا سمح الله يزحلق بالحمام او صار عنده حركه مفاجئه هذه المنطقه ما تتعرض للحركه بالحياه اليوميه فلازم تشتغل عليها حتى تقويها فتاخذ هذا التمرين وتسحبه عليه والشد وتنزل بالكوع تنزل اشتغل لي على العضلات الضامه هذه اسمها العضلات الضامه الداخل الان نحرك هذه المنطقه الضامه شباب انتبه تاخذ الجلوس على الاربع وتلف تحرك العضله الضامه جانبي مره يمين مره يسار 10 يمين 10 شمال هسه احنا الجزء السفلي مرينا عليه مرور سريع وطيناه حقه لنصعد الان للعمود الفقري بعد ما خلصنا العصعصيه والعجزيه ننتقل الى القطنيه تنام على الظهر تشبك الاصابع وتسحب رجل وحده داوم نام على ظهرك اشبك الاصابع احسنت يا بطل راسك على الارض حتى ما يصير شد بالرقبه نص دقيقة تقدر نص دقيقة وتغير على الرجل الأخرى زين الآن نشبك الأصابع الرجلين الثنتين مع بعض نسحب الرجلين الثنتين مع بعض ورأسك على الأرض داوم أيضا نص دقيقة مرة واحدة نام على الأرض أصابع يدك على الأرض اقلب أصابعك على الأرض ثبتها اقلب أصابعك على الأرض أحسنت ترفع رجل واحدة على ذاك الاتجاه ارفع رجل واحدة مثنية هكذا أثنيها خليني أطبق لك التمرين أنت أجلس الكل يجلس حتى يشوف النموذج أجلس حتى أشوف شوف أخذ هذا الوضع إيدي مفتوحة ورجلي مثنية أجيبها بهذا الاتجاه أرجعها أقدم هذا كان هكذا يلا داوم آخر تمرين من الوحدة التدريبية الجزء الرئيسي انت نايم رجلك مفتوحه ارفع الورك للاعلاق قدر المستطاع اقلب ايدك رجلك مثنيه الان اجلس على الارض تقدم اشبك رجلك مع رجل زميلك بهاي الوضعيه اشبك رجليك مع رجلين زميلك احسنتم 10 مرات تمرين البطل اذا ما تقدر امسك ايد زميلك يلا اطلع 10 مرات هذا التمرين داوم استرخاء مع نفس عميق استريح استرخاء مع نفس عميق استاذ المار استاذ سمير لف اخذ رفع الساقين لف انظر هذا النموذج كيف راح يتأدى بطن للجزء السفلي لاحظ راسي مقابل راس زميلي راسي مقابل شوف النموذج انتبه على النموذج مد ايدك على الارض انتبه على راسك انتبه راسك مع راس زميلك امسك ايدك يلا ارفع الرجل مثنيه داوم 10 الان انهينا الوحده التدريبيه لكن بقى الشغله اسمها تغذيه الدم الراجعه عاده لما الانسان يقوم بمجهود بمستوى شده يعني مثل الشده اللي اخذتوها وبشكل مستمر الدم كله نزل للجزء السفلي حتى نرجع الدم للدماغ اكو وضع اسمه وضع التغذيه الراجعه سوي استاذ رامي سجود لا ايدك على خدك تحت خدك جانبي ورجل مثنيه هنا الدم راح يرجع بقوه للراس لمده 3 دقائق داوم الله يعطيكم العافيه وسامحونا عن التقصير بارك الله بكم اشوفكم على خير اهلا وسهلا مرحبا مع السلامه نحرك ايدك هكذا حركها للاعلى اثناء الهروله مرات الدم ينزل بالذراعين يلا الان اشبك الاصابع نزلها حركه دورانيه للاصابع لمعصم الايد حركه دورانيه لمعصم الايد يلا الان افتح الاصابع
اضغط مرة على اليمين مرة على الشمال ضغط ايضا 10 زين. الان الكوع دائما ناخذ على الكوع دوران للداخل 10 وللخارج 10 ثبت الكوع ثبت الكوع للداخل وللخارج 10 يلا دوران مد ايدك جانبي الان مد ايدك جانبي ارسم دوائر 1 2 3 كبر قطر الدائرة كبر قطر الدائرة للأمام 1 2 3 4 5 عكس الاتجاه 1 2 3 4 5 أخذ إيدك أمامك إيدك أمامك اللي خلاص 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إيدك على كتفك دوران للأمام 1 2 3 4 5 للخلف 1 2 3 4 5 حركة توافقية كف الإيد يشير واحد للأمام واحد للخلف للأمام وللخلف داوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 داوم هذا الوضع مد ايدك هذا الوضع افتح القدمين ايدك ممدودة 1 2 3 4 5 مد ايدك جانبي احسنتم احسنتم اللي خلاص يتعدل اشبك الاصابع ولفها اطلع فوق ممدودة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انزل ضغط على الارض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تتحمل مسؤولية الوزن وتستفاد احسنتم يلا خلصت نزل العصا اطلع على رؤوس الأصابع 15 مرة البطات العضلة التوأمية بعيدة عن القلب تحتاج تكرار عالي حتى يوصلها الدم وازن نفسك وازن نفسك 15 مرة اللي خلص يرفع العصا للأعلى حتى أعرف خلصت اللي خلص يرفع العصا للأعلى لأنني كان غيرت الاتجاه المفصل حتى أعطي راحة لل الجزء العلوي والآن نرجع عليه خلصنا جميعا انزل للجذع واطلع واحد اثنين بدون جذعي ثابت ثابت لا تحرك جذعك لا تحركه ثابت ايدك الاعلى وتنزل داوم الان خلي العصا خلف الجسم راحة الايد الشير للامام داوم اخذ الوضع الابتدائي الصحيح يلا الجميع ياخذ هذا الوضع راحة الايد الشير للامام هكذا هذا الوضع الابتدائي للتمرين أصعد فوق رأسي وأنزل واحد أصعد وأنزل صارت عندكم مرونة تقدر تسويها يلا انتبه رجاء انتبه رجاء امسك العصا واسعة الآن دورة كاملة دورة كاملة ناخذ هذا الوضع ونرجع واحد داوم الآن هذه المجموعة وجهك على زميلك وجهك أمام زميلك أمام زميلك أمام زميلك أحسنتم أحسنت الآن مد العصا امسكها من النهاية ويا الجانب وزميلك يمسك الجانب الآخر هكذا بالاستعداد تقرب على زميلك تقرب على زميلك احنا يفضل على الخط حتى ما تكون حركتنا عشوائية الاستعداد العسكري وقف صدرك بارز للأمام وللخلف داوم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داوم هذا الوضع مد إيدك هذا الوضع افتح القدمين إيدك ممدودة
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. مد إيدك جانبي، أحسنتم أحسنتم. اللي خلاص يتعدل. اشبك الأصابع ولفها واطلع فوق ممدودة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. انزل ضغط على الأرض. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. يلا الآن استلم عصي، كل واحد يستلم عصاية. الآن تنظمت وقفتنا، ممتاز. يلا انتبه علي، مد إيدك للأمام، مد إيدك للأمام. المسكة تكون الإيد مستقيمة بقدر فتحة الصدر هكذا. Keep your elbow straight، خلي الكوع ممدود. أبرم العصا هكذا، أبرمها برم. نزل إيدك راحة، نزل إيدك راحة. يلا الآن امسك العصا بإيدك اليمين والإيد الثانية سقيمة. داوم إيدك اليمين، الكل بإيدك اليمين. نزل إيد الثانية، سوي هذا الحركة. واحد اثنين، يخلص عشرة ينزل إيده حتى أفهم إنك خلصت، وانتقل على التمرين اللي بعده. داوم إلى الجهة الثانية، داوم إلى الجهة الثانية. أحسنتم. أيضا كمل عشرة ينزل إيده، امسكها باليمين وافتل العصا هكذا، خلي يتمفصل عظمة الكتف هكذا. أحسنتم. عشر مرات، عشر. غير جهة الشمال أيضا عشرة. الآن امسك العصا فتحة واسعة هكذا، صدرك بارز للأمام، دوران جانبي للأعلى. واحد اثنين ثلاثة، نظرك ثابت، جسمك ثابت، فقط حركة لا تتوقف، حركة مستمرة، حركة مستمرة. كمل عشرة ينزل العصا. الآن نخلي العصا خلف الجسم، راحت خلف الجسم، راحت الإيد تشير للأمام هكذا. داوم دوران للخلف. أحسنتم. اللي بعده، خليت العصا أمامك، امسك العصا واسعة هكذا، صدرك بارز للأمام. جاهزين؟ افتل، شوف هكذا الحركة هكذا. داوم. واحد، لا تحرك جذعك، افتح افتح القدمين حتى تأمن قاعدة الارتكاز واشتغل. نفس التمرين بس عكس الاتجاه، انت جيت منها الآن تعال عكس الاتجاه. واحد، مثل بالسباحة انت للأمام الآن تسبح للخلف. داوم عكس الاتجاه، حركة دورانية لدالية الكتف، جذعك ثابت ما تحركه، وإيدك تتحرك خلف الرأس وللأمام هكذا. أحسنتم. خلصنا حتى نريح الكتف تعب، نحط العصا نظرنا للأمام، ننزل الركبة شوية متنية شوية وتطلع. واحد انزل أمام، اثنين وهكذا. داوم. عشرة، نظرك للأمام حتى الدم ينزل بالعين، تحسب عشرة وتتوقف. زين الآن بريس خلفي أمامي، واحد خلفي أمامي، اثنين. خلي العصا خلف الجسم، اضغط على الحوض للخلف. واحد، حط العصا أمامك واضغط على جذعك للأسفل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. حط العصا خلف الرأس، انزل سكوات ربع النزول أو نصف النزول واطلع. واحد اثنين، هذا يسموه التدريب بوزن ثقل الجسم. صدرك عدل، رجلك شوية مفتوحة، وانزل شغل العضلة الرباعية هكذا واطلع فوق. عشر مرات، لا تخلي مركز ثقل جسمك للأمام. لا